من وفاة سلطان السلاطين سليمان المعظم. أمضيت طفولتي الأولى في مانيسا بمحبة كبيرة وهدوء وسلام. وعندما صعد والدي إلى العرش وأصبح سلطانا على الدولة، انتقلت أنا وعائلتي إلى عاصمة الدنيا. كان يوم مراء التي يحكى عنها عبارة عن كذبة كبيرة، فنحن إما أن نتولى العرش أو نقتل. منذ ذلك اليوم أصبح الحزن والخوف من نصيبنا، لأنني عرفت حينها أنه بمجرد أن يصبح الأمير سلطانا يقوم بقتل إخوته أولا، وذلك خوفا من نشوب الفتنة. هكذا تنص قوانين دولتنا. إلا أنني تعلمت شيئا مهما، لا يمكن لأي قانون أن يتغلب على الحب الصادق الذي ينبع من أعماق القلب. أنا هلأ بحلف لك يا مين، إذا استلمت العرش بيوم من الأيام ما رح فرط بإخواتي لو شو ما صار، ما رح أعمل مثل بابا أبدا. أردت الهروب، إلا أن أبي أراد أن نشاهد بأعيننا الحدث الجلل كي نسير على خطاه. خرج من القصر 19 تابوتا مثل القوارب التي تسبح فوق. Aklımdan hiç çıkmadı. حييت. أذكر مشهدا آخر لا يفارق ذاكرتي، حينما أحسست بوجود ملك الموت يحوم في المكان، ورأيت الخدم وقد تحولوا إلى جلادين. أبي السلطان محمد خان فرط بأخي الأمير محمود. بعد تلك الليلة أصبح لهذه الدنيا طعم مختلف. أنا أحمد الذي أدرك أن أكبر ألم يصيب الإنسان هو ألم فقدان الأخ. عشت في هذا الظلام 3 أشهر، لم أعد أشعر بفرح المطر ولا ببهجة الربيع، وفقدت الإحساس بالسعادة واسودت الدنيا في وجهي. دعتني السلطانة صفية إلى جناحها آملة أن تدخل الفرح إلى قلبي. أرادت أن تسعدني وأن تخرجني من الجحيم الذي أعيش فيه، فأحضرت لي الهدايا الثمينة من كل أصقاع الدنيا. وفجأة سطع نور بدد هذه الظلمة. شو هاي سلطانة؟ بحارتنا لقوها لما استولوا على السفينة بالبندقية. لوحة حلوة كتير. شو اسمها طيب؟ اسمها أنستاسيا. تلك اللوحة كانت أجمل شيء رأته عيناي. لقد رأيت في هذه اللوحة ما هو أكثر من جمال الفتاة. رأيت 3 أشياء ذات قيمة كبيرة في حياتي: النقاء الذي يملأ روحي كلما نظرت إليها، الفرح الذي ينسينيها. أحسست أن ساعتي اقتربت، أو هكذا ظننت بعد ذلك الحلم. سمو الأمير، هذا أنا سموك. ريحان آغا، أمروني أخذ حضرتك على الغرفة الخاصة.
مولاي ليش بده يشوفني بهالوقت؟ بده يتخلص مني؟ بده يقتلني مثل أخي مو هيك؟ يا عدتي عند شدتي، يا منقذي عند مصيبتي، احميني يا الله، يا من ترانا في كل لحظة. أنت عظيم القدرة، أسألك الرحمة، فعبدك ضعيف لا حول له ولا قوة. سمو الأمير، تفضل. سمو الأمير يا مولاتي السلطانة. قرب يا أحمد. حفيدنا القوي والشجاع رح خبرك بكل ألم إنه مولانا اللي هو ابننا وقطعة من روحنا أبوك السلطان محمد من شوي ترك دنيتنا وانتقل رحمة ربه. والشمس اللي عم تشرق هلا هي شمسك انت يا أحمد. ومن هاللحظة هاي رح يكون عرش دولة آل عثمان تحت سيطرتك انت. سلطان أحمد؟ آخر شيء كنت بتوقعه إني أتولى عرش الدولة العثمانية. فخرية، سلطانتنا الحلوة. سلطانة، تعي يا بنتي تعي، وقفي معنا يا قلبي. اليوم هو يوم عظيم لابن أخوكي. سلطاننا استلم الحكم بعمر صغير، الله يوفقه ويكون معه يا مولاتي. آمين. دستور جلالة السلطان أحمد المعظم.
الله يرحمه ويغفر له. سلطاننا تركنا وهو بعز شبابه. وقت انقتل سمو الأمير محمود الله يرحمه ويغفر له، اجا شخص وطلب مقابلة مولاي السلطان لأمر مهم. وقت حذر جلالته من اللي رح يصير بعد 56 يوم، وقال له يا مولاي افتحوا عيونكم منيح. ومثل ما قال، اتوفى مولانا السلطان باليوم 56 اللي حذروا منه. شو هالحكي هاد؟ موسى شلبي موات هذا الحكي لأنه رح يسبب فتنة كبيرة. الفتنة اللي عم تحكي عنها رح تقوم عاجلا أم آجلا يا شيخنا؟ يعني حضرتك بتشوف، من المناسب شاب لساته بهالعمر يتولى عرش دولة آل عثمان. الله يبعد عنا الفتن. آمين، آمين. نحن واكبنا عصر القوة بفترة حكم السلطان سليمان، ومن بعده ابنه السلطان سليم، ومن بعده ابنه السلطان مراد، وحزننا كتير عليهم. الله يرحمهم. ومن بعده نتولى العرش ابننا السلطان محمد، وأثبت إنه جدير بلقب سلطان الدولة العثمانية، بس الموت خطفه منا. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. آمين. آمين. سمو الأمير، مو قصدي، كنت عم ألعب أنا وأخي أحمد. لا تقله أخي يا مصطفى، من هون ورايح بتقله مولاي. يا روحي، تعرف شو لازم تعمل بعد ما تستلم عرش الدولة؟ قوانين دولتنا العثمانية بتحتم على الأمير اللي بيستلم العرش يضحي بحياة باقي الأمراء مشان يحافظ على نظام الدولة. وانت هلأ رح تكمل طريق آبائك وأجدادك وتتولى عرش أعظم دولة. السلطنة العثمانية صارت ملكك، بس بنفس الوقت رح تكون امتحان كبير لإلك. الله يقويك وينصرك على أعدائك ويطول بعمرك ويعطيك الصحة. الله يحميك من الخونة ويقوي سيفك على الظالمين والمرتدين يلي رح يوقفوا بطريقك. نطلب من رب العالمين يزرع فيك الحكمة لتنشر العدل وتقضي على الفتن وتحافظ على قوة الدولة. انت هلأ قدامك مهمة صعبة، بس ثقتنا فيك كبيرة. مولانا السلطان أحمد خان المعظم،
الباب. مولاي بس ما تكون تعبان أو مريض. مي مي. ليش سكروا الباب؟ وليش أحمد بقي جوا؟ هلأ منشوف. شوي شوي ماما عم توجعيني. حضرتكم يا مولاي عم بتمثلوا إرادة الله عز وجل على وش هاي الأرض، والأقاليم السبعة تحت تصرفكم. أنتوا سلطان القارات الثلاثة، واسمكم من هاي اللحظة هو السلطان أحمد خان. أنتوا النهار ونحن الليل، أنتوا المي ونحن الأنهر العطشانة، أنتوا أسد الغابة ونحن القطيع المحكوم. وبهذا اليوم يا مولاي شمسكن صار لازم تشرق وتضوي على كل العالم، وميتكن صار لازم تمشي بالنهر ويقوى زئير الأسد لا يسمعوا بكل الأرض. سلطان أحمد خان سلطان العالم. ألف حمد وشكر لك يا ربي، ألف حمد وشكر. شيخ شيوخ الإسلام أبو الأمين مصطفى مفتي الدولة العثمانية. حضرة كبير الوزراء الصدر الأعظم بالدولة العثمانية قاسم باشا. أمراء جزيرة القرن الأخوين الأمراء شاهين جيراي ومحمد جيراي. بتشوف يا أفندي وزير المال جناب محمد باشا إنه السلطان أحمد ممكن يعفو عن أخوه الأمير مصطفى؟ أكثر واحد ممكن يعرف الجواب هو شيخ الإسلام. القوانين واضحة وحيصدر الفرمان، السلطان أحمد رح يعدمه لأخوه الأمير مصطفى. هاد يلي رح يصير، لأنه هذا قانون والسلطان ما فينه إنه يتجاوزه.
مولاي لازم يفكر بمستقبله ويقوي عرشه. قبطان البحار سمو الأمير سنان باشا. بتحتم على الأمير اللي بيستلم العرش يضحي بحياة باقي الأمراء مشان يحافظ على نظام الدولة. قائد الجيش حضرة المفتي مصطفى. يا بشوات، جنودي الأبطال، أنا السلطان أحمد خان ما بدي لطخ يوم جلوسي على عرش الدولة بدم إنسان بريء وما له ذنب. أنا برفض القانون اللي بنص على قتل الأخوة. ولهذا السبب أنا قررت أعفي عن أخي الأمير مصطفى وما رح أسمح لحدا يقتله. عاش مولانا السلطان، السلطان أحمد خان. 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 قراره حيسهل مهمتنا يا محمد. أحفاد جنكيز خان رح يقدروا يوصلوا لهالعرش ويحكموا السلطنة العثمانية. وطي صوتك يا شاهين، والله إذا سمعونا بيقطعوا روسنا. بكرة الأيام رح تثبت للكل مين منا يلي بيستحق إنه ينقطع رأسه. كنت متوقعة تستشيرني قبل ما تاخد هيك قرار مفاجئ. هذا بيكون أخي يا أمي، وقوانين الدولة العالية مهمة وحساسة وما انكتبت بين يوم وليلة، وكل قانون هو خبرة سنوات طويلة من الحكم. شو القصة يا خانم؟ انتم طاولين؟ بكفي. ما عم افهم شو اللي مخوفك. الكل فرحان بقراري. اللي فرحوا لك كلهم أندال، وكل وراءهم بإيد السلطانة صفية. رح يستغلوا أول فرصة ليخربوا عليك ويبعدوك عن العرش. هدول ما رح يقدروا يساووا شي، الحكم والقوة بإيدي. إذا مزبوط حابب تكون قوي فعندك ثلاث أمور لازم تعملها. واحد، تصدر فرمان بيأمر بإعدام الأمير مصطفى. اثنين، لازم تنفي السلطانة صفية من هون فورا. وثلاثة والأهم، ضروري تجيب أولاد يحملوا اسمك وتصير أب بأسرع وقت. مولاي درويش. مولاتي السلطانة. درويش رح يكون من اليوم جنبك على طول،
ورح تكون مهمته هي حمايتك. درويش شخص مخلص. شو عم يصير؟ مين هدول؟ أسد؟ هذا أسد. درويش لا تخليه يغيب عن عينك. انت هلأ عندك مهمة صعبة وتمنى انه تكون قدها. لا تقلقي سلطانة، طول عمري كنت خادمكن المخلص والأمين، وان شاء الله ما رح اخيب ظنكن. انا روحي في ده جلالته. دستور السلطان احمد خان المعظم. من وين هاد وشو عم يساوي هون؟ مولاي انا محمد جيراي، وهاد اخي شاهين جيراي، ونحن حبينا نقدم لكم هدية لي فيكم. أفضل ما تهربوا كتير مولاي. بيقولوا يا مولاي بقلب كل حاكم شجاع في أسد جواته، إذا قدر إنه يسيطر عليه رح يكون العدل أساس حكمه. الله يقدركم يا مولاي على تحقيقه. آمين. يا ترى ممكن الحاكم يسيطر على الأسد اللي جواته؟ أكيد مولاي، في حال أنك قدرت تطلع بعيون الأسد وتورجيه بكل ثقة وقوة أنك السيد. مولاي بتعرف من وين الأسد بياخد قوته؟ بياخدها من مخالبه وأنيابه طبعا. وإذا كان منافسه عنده مخالب وأنياب؟ الخوف يا مولاي، الخوف. الأسد بياخد قوته من الخوف والرعب يلي بيخلقن بالعدو يلي قباله. الأسد بيهاجم عدوه بهدوب وبيصوب نظرة مثل السهم، ووقتها بيتحول العدو لضحية، لأنه بيشوف بعيون الأسد انعكاس صورته، بيشوف حاله عاجز وما عم يقدر يقاوم. ساعتها رح يسلم نفسه للخوف. مولاي اجتماع الديوان قرب. حسب أوامركم يا مولاي بعتنا رسول للوزير الأعظم فواز علي باشا، ومجرد ما يوصلوا خبر رح يرجعوا معه كامل ضرائب خزينة مصر. بس المهم ما يتأخر على الطريق، لأنه عسكرنا ناطرين حلوان التتويج. وليش ننطره ليرجع؟ موسى باشا برأيي من الأفضل أنه ما نتأخر عليهم، عطوهم الحلوان. حلوان التتويج بالعادة مبلغ كبير مولاي، لأنه عنا الجيش الانكشاري والحرس، ومع الأسف ميزانية الخزينة ما بتقدر إنه تغطي المبلغ. كيف يعني ما بتقدر؟ وزير المال معه حق يا مولاي، نحن وضعنا المالي مو منيح بسبب الحروب. معركة المجر كلفتنا مبالغ كبيرة، هذا غير إنه عم نحارب المتمردين بالأناضول من سنوات.
اليوم حضرت أول جلسة بالديوان، وللأسف في كتير شغلات فاجأتني. حالات عصيان وحروب، هذا غير النقص بمال الخزينة. وضع الدولة ما بيريح بنوب يا سلطانة. لا الباشا وهد عم يبالغوا، أمور دولتنا العالية ممتازة سلطان، بس طبيعي تكون بعض المشاكل موجودة. بس اطمن، نحن كلنا معك، وإذا الله راد رح نكون كلنا إيد واحدة ضد أعدائنا. على طول بقرأ الشعر تبع السلطان سليمان وبنسوج الأحلام وبسأل حالي، يا ترى رح كون سلطان قوي مثل السلطان سليمان؟ وبقول ليش لا، بجوز اقدر انه حاصر فيينا. وبقول احيانا المفروض ساوي شيء عظيم يذكره التاريخ. ان شاء الله رح تكون مثله بطل عظيم. رح كون حاكم عظيم؟ انتي مؤمنة فيني؟ طبعا مؤمنة ومتأكدة، وما تفكرني نسيانة هدية التتويج. محضرت لك مفاجأة حلوة، متأكدة إنها رح تعجبك لأنه ما لها مثيل. أخي كتير حلوين هدول الألعاب. ادخل مولاي. شرفت السلطانة هندان، دخلها. دير بالك كنت رح توقع يا مصطفى. خدي سمو الأمير مصطفى على أوضته فورا. سمو الأمير؟ درويش خليك هون. من شوي إجا رسول من مصر، بعته حجي آغا. حجي آغا عم يقول إنه أبوك السلطان محمد ما مات موتة طبيعية. يا سلطانة هاي تهمة كبيرة، في عنده دليل على هذا الشيء؟ حجي آغا بده يجي مع الوزير الأعظم من مصر، وقتها رح يشرح لنا الموضوع. وعم يقول لازم إنه ننتبه، يلي عمل هيك بالسلطان محمد مو بعيد يأذيك يا أحمد. الله يحميك يا ابني من هالخوني. أحمد لازم تسمعني، إذا مزبوط هاد الحكي فمعناته قاتل السلطان بيناتنا. الحكيم أكد لي إنه المرض هو السبب الرئيسي لوفاة مولانا السلطان. بعدين مين إله مصلحة إنه يقتل مولاي السلطان؟ مين؟ كتار اللي له المصلحة، وأكيد كل واحد منهم فيه له مصالحه الخاصة. والسلطانة صفية أولون. شو عم تقولي يا سلطانة؟ مستحيل هالشي، مستحيل. كيف بدها تضحي بابنها؟ ليش مو هي ورا موت أخوك محمود المسكين؟ المرحوم أبوك قتل أخوك لأنه سمع كلامه. وبيجوز السلطانة حليمة إلى إيد بالقصة، وهي اللي قتلته لتنتقم لابنها. تخلوا عن أبوك ببساطة لأنهم عارفين
إنه رح تاخذ مكانه يا أحمد، وهلا أخوك مصطفى موجود وفي بسهولة ياخذ مكانك طول ما مصطفى عايش على هذا اللي بدك توصلي له. أنت بدك إنه أقتل مصطفى مزبوط؟ بدك عيد الغلط اللي ارتكبوه؟ أنا ما بدي شي غير إنك تبقى عايش. مولاي دلبر كيفك؟ شو أخبارك يا أختي الغالي؟ مصطفى وينه؟ هو نايم يا مولاي. عم ندعي لك ليل نهار يا مولاي السلطان لأنك عفيت عن مصطفى وما قتلته حسب قانون دولتنا. الله يطولنا بعمركم. افتح الباب. خاف منه درويش، مو قادر اطلع بعيونه. معقول رح صير ظالم لشعبي؟ المهم انك تبقى عايش يا مولاي. لحتى تكون ظالم او عادل مع شعبك لازم بالاول ما تموت. حياتك هي الاهم. كل الملاحظات اللي كتبت عن مرض السلطان المرحوم موجودة بهالدفتر. الأدوية يلي وصفت له إياها والمواعيد ومقدار كل جرعة منهم كله موجود هون. عم نسمع حكي كتير يا كبير الحكماء. هلأ ممكن يكون حدا سممه؟ أعوذ بالله، مين يلي بيتجرأ يعمل هيك شي؟ في دواء كان ياخده على طول يا ترى؟ ايه في، المفروض يكون هون. بكفي، اسمعني منيح، بدي تختبر كل الأدوية لأنهي الشكوك اللي جواتي. هذا الموضوع رح يضل بيناتنا، ما بدي حدا يعرف فيه أبدا.
سلطانة، موسى باشا بده يشوف حضرتك. لكن خدي مصطفى ورجعي على جناحنا، وأوعيك غيب عن عينك. سلطانة، إن شاء الله تكون جايب لي أخبار حلوة يا موسى باشا. نفذت أوامرك ورحت لعند المتمرد كلندار وخبرته أنكم قبلتوا بكل شروطه مقابل أنه يقدم لكم المساعدة. والنتيجة؟ هو جاهز للتمرد ومعه 1000 مقاتل. وعدنا رح يسقط السلطان أحمد ويخلي أميرنا مكانه على عرشه بأسرع وقت. صار لازم تبلش. رح نتحرك بأقرب فرصة. هالحرب ما لازم تكون طويلة. ما رح أخف، بقدر أطلع. يلا أنستازيا. اوعك توقعي. شو جابك على القصر؟ شو دخلك انت؟ رح تقلن شي؟ قول لمي؟ لهدول المتوحشين، جنات وباقي الجواري، مو ناوي تقلن شي؟ ما شوفي ورا الحيط يلي هونيك، اللي انا فيني اهرب؟ وليش لتهربي من هون طيب؟ لأنهم جابوني بالقوة، جابوني للسلطان، سلطانهم الختيار والسمين، لازم روح فورا قبل ما ياكلني مثل الباقيين. ختيار وسمين؟ أنت بتعرفوا شي؟ مزبوط إنه بياكل قلوب البنات الحلوين؟ قلوب البنات الحلوين؟ وما في غير بنت وحدة نفدت منه، وقفت وحطت راسها بالأرض وما اطلعت بعيونه. وقت قرب منا شم شوي وترك وراح. ما
ما فيكي تهربي من هون. ورا الحيط في منحدر وأمواج، اسمعي الصوت. معناتها شو رح أعمل؟ لازم لاقي طريقة، وبدك تساعدني. أحسن شي ترجعي لجوا، لأنه إذا عرفوا أنك اختفيتي رح يحطوكي بشوال ويزتوكي بالبحر. يحطوني بشوال ويزتوني بالبحر؟ Por favor, ayúdame, Dios. لا، أنا لازم روح من هون فورا. ماما وبابا وأختي عم يستنوني بالبيت. طولي بالك، لا تخافي، ما حدا رح يأذيكي وأنا هون أنستازيا. أنت شو عرفك باسمي؟ المشرفة اللي اسمها جنات قالت لي اسمك وخبرتني عنك إنك بنت متوحشة وقوية. أها، أصلا هي المتوحشة، أنا كنت عم أحمي حالي. هلأ بتكون عم تدور علي، أكيد رح تضربني. ساعدني الله يخليك، طلعني من هون. بترجع بموت ولا بضل بهالمكان؟ خلص أنا رح ساعدك، بس روحي هلأ. أصلاً الحرم لك فيه كتير بنات، ولحتى يجي دورك منكون لقينا حل. اسمعي كلامي وما رح تندمي. انت شو اسمك؟ بهجت. بهجت؟ بهجت. بهتي؟ بهجت. بهجت. ليش بدك تساعدني بقى يا بهجت؟ بعدين ليش لأوثق فيك؟ لأنه أنا كمان بدي أهرب من هذا القصر. أنت كمان جابوك لهم بالقوة؟ طيب وين عيلتك؟ وين أمك وأبوك وأخواتك؟ هلأ مو وقت هالحكي، روحي على الحرم لك. لوين رايحة؟ من هون الطريق أنستازيا. جلالة السلطان أحمد خان المعظم. سلطانة؟ سلطاني الغالي أحمد خان. جيت لأتبارك بدعواتك ولقلك شكراً على الهدية النفيسة اللي جبتي لي إياها. طلعت البنت اللي بالصورة حقيقية وموجودة، واسمها أنستازيا كمان. كان بدنا نجهزها وبعدين نقدم لك ياها، بس شوف النصيب شفتها قبل ما نفاجئك فيها. لو تعرفي قديش كنت متضايق قبل ما التقي فيها. وبلحظة راح عني الهم وفرحت روحي فيها. أحمد، يا سلطان روحي أنت، أنا ما بدي شي غير أني شوفك دايما مرتاح ومبسوط، ومستعدة أعمل أي شي كرمالك. Thank you.
إمتى رح تخلص الحفلة ريحان آغا؟ أنا قبلت فيها كرمال أمي، بدي روح لطعم الأسد. سوانا وبحل الموضوع يا مولاي. مولاي، الأمنية الوحيدة لجاريتك إنها تسعدك وتكون عبدتك المطيعة. وافي. اطلعي لبرا. ما أكون قصرت بحقكم أو ما عجبتكم يا مولاي. معي فيروز؟ شو الموضوع؟ بس ما تكوني خبصتي، ليش عصب مولانا؟ مو ذنبي يا خانو، هو اللي كان خجلان وما تطلع فيني. انتبهي لكلامك يا قليلة الترباية، نقلعي لعند الجوار، اتحركي. سلطانة هندان هالوضع ما رح يعيش بها. افتح الباب. أنا السيد تبعك. جيبوا الحكيم. طمن مولاي، جرحك مانو غميق. شو هالإهمال والتسيب هذا يا أغا؟ حسابك بعدين. معقول ما حدا تأكد من الجنزير تبع الأسد؟ ما تواخذنا يا أغا، بس هذا الجنزير كتير قوي، هو نفسه اللي منسكر فيه باب القلعة. مولاي، في حدا قطع الجنزير، يعني في مين حاول يغتالك يا مولاي؟
كتير ناس بتعرف انك بتطعمي الاسد بهالوقت. هذا اغتيال علني ومقصود. أنا مو قلت لك شفت بعيونك كيف الخونة بدهم يخلصوا منك؟ مين بيعملها يا درويش؟ جوات هالقصر صعب نحدد من وين بيجي الموت يا مولاتي. كنا متوقعين يكون الاغتيال بسهم غدر أو بالسم، بس مو بهالطريقة هي. يا حكيم، سبق وكلفتك بمهمة بخصوص الأدوية تبع المرحوم أبي. أنا لساتني عم دقق بالموضوع يا مولاي، بس القصة بدها وقت وشغل كتير مشان ما نظلم حدا. ما في داعي للتفكير، القصة واضحة. بتحب قلك شو كان رح يصير لو ما لحقك درويش؟ كانت السلطانة صفية أعلنت خبر وفاتك وحطت السلطان مصطفى سلطان على الدولة العليقة من بعدك. اطلعوا لبرا وتركونا لحالنا. طلع كلامك صح سلطانة، مع انه بوجع. فكرت لما رح صير سلطان خوفي رح ينتهي. تاري هلأ بلش الكابوس. كيف رح أقدر أتحمله؟ كأنه هالعرش قاعد على كتافي مو أنا اللي قاعد فوقه. أحمد، أوه يا عمري، أوه يا حبيب روحي، يا نور عيوني ودفاي، حاسة فيك. انت مريت بتجربة بشعة، بس ألف حمد وشكر انك ما استسلمت. مع هيك القصة ما انتهت، عدوك رح يرجع يحاول يقتلك. واذا ما قضيت عليه كابوسك ما رح يخلص.